خوتي خوتي السلام عليكم. الزوف لا والميضامي سي بونجور، ان شاء الله تكونوا بخير. نقولي مازال ما اشتركوش في القناه تاعي، اشتركوا في القناه تاعي ودوق على زر الجرس هكذا يجيها منبه كي تكون فيديو جديده. جو دي اسوك سون بوك رابونيك سابون لا ماشين اكتيف لا كلوش كوم سي زوغ نوتيفيكاسيون سي لي نوفيل فيديو. دوكم ديروا لنا جيم بارطاجيو لا فيديو دون ان كومونتير باش تطلع لا فيديو في المقدمه. نقولكم دعموا هذه القناه باش تستمر في البث. فهاد الفيديو تحدكم على برنامج مقابلات للاعب الجزائريين الذين يلعبون في البطوله القطريه، البطوله السويسريه وكاس رابطه الابطال لكاس اوروبا. اعطيكم برامج مقابلات تاع اليوم الاربعاء. كيما نعرفوا ان اللاعب الجزائري رامي بن سبعين الذي لعب في بوروسيا مونشنغلادباخ مريض بكورونا فيروس، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. على الساعه الثالثه ونصف فريق أمس الليل يتقابل مع 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 فريق الخريطية. أين نعرف أن بالحسيني يلعب مع الفريق قمص الليل. يمكن مشاهدة مقابلة على قيس 2 قطر القناة التلفزيون القطرية وبين سبور جلوبال مينا القناة بين سبور العربية. على السادسة إلى ربع الأهلي يتقابل ضد فريق الغرافة. أين نعرف الفريق الغرافة يلعب له اللاعب الجزائري هني وقدورة، ويمكن مشاهدة مقابلة على قيس 2 قطر وبين سبور 7 مينا. على السادسة إلى ربع فريق النادي الرياضي القطري يلعب ضد فريق الخور. أنا نعرف أن النادي الرياضي القطري يلعب له اللاعب الجزائري بالليلي، ويمكن مشاهدة المقابلة على قيس 2 قطر وبين سبور جلوبال مينا. على الساعة السادسة وربع في طال بطولة رابطة لكرة القدم السويسرية كاين مقابلة بين فريق بال وفريق سيون. أين نعرف أن الفريق سيون يلعب له لاعب جزائري عبد اللاوي. وعلى الساعة التاسعة ليلا في إطار رابطة الأبطال لكأس أوروبا هناك مقابلة بين فريق مدريد وفريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ويمكن مشاهدة مقابلة على بين سبور 1 مينا أو وأرمسي سبور 2 الفرنسية. على الساعة التاسعة علينا كذلك هناك مقابلة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مارسي. أين نعرف فريق مانشستر سيتي يلعب له الجزائري محرز، ويمكن مشاهدة المقابلة على بين سبور 2 مينا وأرمسي سبور 1 الفرنسية. على الساعة التاسعة علينا كذلك فريق أولمبياكوس يتقابل ضد فريق بورتو. أين نعرف فريق أولمبياكوس يلعب له الجزائري السوداني، ويمكن مشاهدة المقابلة على بين سبور مينا وبين سبور ستامينا ورمسي سبور لايف فرنسا. نقولكم هذه لا فيديو خلاصات، نقولهم شو ان شاء الله في لا فيديو القادمة. شوفوا فيديو كسد فيديو اللي تيرميني، شوفوا دونوديو بروشان فيديو. كونكم السلام عليكم.